السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تيجي ترفع الصورة على السوشيال ميديا ساعات بيعمل لك حظر أو يعمل لك مشاكل لو الصورة ليها علاقة بفلسطين. فلتجنب هذا هنلجأ لحاجة اسمها نويز اتاك، ادفيرسيال نويز اتاك. هي عبارة عن ايه؟ ان انت بترفع اي صورة انت عايزها قبل ما ترفعها على السوشيال ميديا، هو بيعمل لها شوشرة. بس الصورة الانسان العادي مش هياخد باله ان في فرق خالص، يعني بص الصورة دي والصورة دي مفيش فرق بينهم، الصورة دي والصورة دي مفيش فرق بينهم، تمام؟ بس في شوشرة اللي بياخد باله منه الذكاء الصناعي، بس اللي هي مسؤولة عن هو يفرز الصور ويكتشف هل الصورة دي والخوارزميات اللي بتكتشف الصورة دي مسجلة انها فيها مشاكل او كده، دي بتشوشر عليها فما يقدرش ان هو يكتشف، تمام؟ فهي انت بترفع الصورة وتقول له اوكي فيروح مديك نفس الصوره، انت ما بتاخدش بالك ان في فرق، لكن هو بيبقى مدخل صوره جواها بيعمل لك شوشره، انت ما تقدرش يعني هي نفس الصوره بنسبه 100%، بالنسبه للعين البشريه مفيش فرق خالص، انما بالشوشره الذكاء الصناعي بيعتقد انها صوره تانية مختلفه تماما، تمام؟ ده المبرمج بتاع الاداه دي. الاداه دي كل عليك ان انت هتقول له براوز فايل، تختار الصوره، يعمل لك هو الشوشره ويحملها لك، لكن انت ترفع لحد 200 ميجا لقلب الصورة. اختار الصورة اي صورة، وليكن مثلا انا اخترت الشعار بتاع فينيكس اللي هو العنقاء اللي هو رمز الغزة، رمز النهضة العلمية، تمام؟ هيبدأ ان هو يعمل لك النقلة بتاعتها بحيث لما تعمل لها داونلود دي الاوريجينال هيبدأ ان هو يديك صورة تانية تروح محملها وترفعها عندك، تمام؟ مش الموقع ده بس، في مواقع كتيرة جدا وفي منهم بعضهم موجود على جيت هاب وفي بعضهم على الهابنج فيس، يعني منتشر الفكرة ديت، تمام؟ يديك صورة تانية تحملها ما يديكش مشاكل إن شاء الله.